فهو الرزاق جل وعلا يرزق من يشاء بغير حساب، ورزقه متنوع، رزق يقيم الأبدان، هذا مما يدركه كثير من الناس عندما يطلق الرزق، ما يقيم الأبدان من المأكل والمشرب، لكن ثمة رزق فوق هذا وأهم من هذا وأعظم من هذا، وهو رزق القلوب بالهداية، رزق القلوب بالاستقامة، رزق الإيمان والهدى والصلاح، هذا رزق لا يعدله شيء من سائر الأرزاق، فإنه حياة الأرواح والقلوب، وهو سعادة الدنيا والآخرة.